أشهر وأول دكتور نساء وتوليد في مصر الدكتور نجيب باشا محفوظ. في سنة 1911 أم الأديب نجيب محفوظ اتعثرت جدا في الولادة، وده خلى والد نجيب محفوظ يجيب الدكتور نجيب محفوظ باشا اللي نجح انه ينقذ الطفل والأم، وده اللي خلى أم نجيب محفوظ تسمي الطفل بالاسم ده على اسم الدكتور نجيب باشا محفوظ. والدكتور نجيب باشا محفوظ عنده أغرب متحف ممكن تشوفه في حياتك، وبيعتبر من المتاحف النادرة كمان. المتحف ده فيه أكتر من 1300 جنين مشوه، أو بمعنى تاني لسه مكملش نموه، وكمان في بعض من عينات الأورام اللي فيها داخل الرحم وهي محفوظة في الفورمالين من 90 سنة. المتحف ده موجود داخل كلية الطب في القصر العيني، وبيعتبر من أهم متاحف البحث العلمي بالشرق الأوسط. يا ترى